بزاف حاول بزاف مساكن ما كيتخلصوا حتى حاجه ما كيمداو حتى حاجه ما ضحاو كثير وغنكون ان شاء الله حسن الظن ليكم ان شاء الله. كلمه الاخيره اللي غادي نخدموا لا بعدا كنجلس ديالنا كامله راه غتعاود وإذا كانت نتائج أنا كنوعدك قدام الناس العام الجاي نزيد لهم في المنحة. الصدع والتوافق ما قلناش حنا غادي نجيبوا شي رئيس ولا شي حاجه بحال السي حقي وبعدا ماشي جا هو لم يريد المنصب ماشي تكوين المكتب ومن بعد هذيك من بعد تشوفوا الانخراطات حيت حالها ساعه انا كنضم صوتي لجميع الناس اللي موافقين على ان السي الحقيوي يكون رئيس وهو يتكلف بالاعضاء ديال المكتب للمسير الاتي حنا كنتمنى باش هنايا نخرجوا بواحد نخرجوا كاملين متفقين على ان انتخاب ولا يعني المكتب يكون بالتوافق ماشي بالضروره يكونوا منخرطين قانونيا ولا ماشي قانونيا كاين توافق 200% هادشي اللي بغيت انا راه بغينا الصيغه قانونيه ما يجيش شي واحد يتعلق في المكتب ويطيح لك المكتب حتى السيد يمشي يضرب تماما ويهضر هذا الشيء علاش كنقول لك انا اذا كان شي منخرط ما كاينش ولا شي واحد ما جاش ولا شي حاجه خاصنا نلتفتوا للعلم ونصوروا ونمشيو معاه تماما ويحاولوا يكون معاه نفس الصوت ديالنا هادشي علاش هذا هو الحق الناجي اللي كان جا في واحد مرحله حساسه انه كان وقف ماديا وقف معنويا كما كنقولوا نقد فتح سيدي بنور من السكته القلبيه عنده واحد الشكر كبير كنتمنوا ليه واحد المسيره موفقه في الحياه ديالو الشخصيه بالنسبه للصوت ديالي انا كنضم الصوت ديالي لجميع الاخوان اللي غيهضروا ولا اللي هضروا السي حقيوي ما كاينش عليه النقاش كيف قال سي عبد الرحيم كي قال سعاده الرئيس لا شي واحد وطعن لينا في المكتب غادي يسقط هذا المكتب غادي نفتحوا كي قال السيد الكاتب العام فتحوا باب الخيرات اللي جا مخارط مرحبا اللي ما جاش مخارط هذيك الساعه راه هو الشان ديالو ونمشي هذا الشيء يمشي قانونيا ملي غيمشي هذا الشيء قانونيا غنكونوا حنا كاملين متوافقين على هذا الشخص وغنوقفوا مع هذا الشخص خاصنا نوقفوا الشيء الهضره راه بقينا كنهضروا راه بزاف اي واحد يوقف من الناحيه ديالو سواء ماديا سواء معنويا سواء باي طريقه وكنتمنى احنا موافقين على الصراحه هي هذه كامل الاخوان موافقين نتمنى نمشيو قانونيا واللي فيها الخير اللي يجيبها لهاد الفريق راه اي واحد عزيز عليه هاد الفرقه واي واحد عزيز عليه هاد المدينه كل واحد كيبغيها وكل واحد بغى يخدم بالطريقه ديالو نتمنى نكونوا يد واحده وشكرا انا كان ماشي كتعقيب ولكن ندخل غير في الهضره ديال السي توفيق كما قال الرئيس حنا بغينا نخرجوا من هنا نخرجوا متوافقين غير اننا نخرجوا دابا متوافقين وحنا كنعرفوا بان واحد 15 منخرط اخر ما حاضرينش راه ما كاين لا توافق لا والو ها غندوزو هادي كما قال الرئيس الا مشينا للطعن من الاول حنا الرئاسه راه ملغيه حنا بغينا شي طريقه ما نعاودوش ندخلوا في هذاك الحيتيات القدام ديال كل عام مشاكل كل عام صداع نحاولوا حنا دابا كمجلس جديد كممثلين ديال سيدي بنور حنا ما بغيناش شي بقيطره بغينا شي حاجه اللي تكون جديده باش حنا لا عاوننا من جهتنا نعاونوا شي حاجه اللي كتبان لنا بانها مزيانه في المدينه كنظن بان في هذا الجمع نبقاو في هذا الاتجاه ديال انه كما قال السي توفيق ديال ان نحيدوا الصداع اللي كان قديم نمشيو الاتجاه ديال بنادم كلشي لصالح ونمشيو للتوافق على السي الحقيوي غير انه ناجلوا هذا الجمع انه يدار جمع اخر لنحاولوا اننا ناخذوا الموافقه ديال دوك الاعضاء كاملين ديال دوك المنخرطين كاملين وانهم كاملين يحضروا معنا
هذا الانسان اللي سيشوف عليه هذاك الهضره بزاف ولكن داكشي اللي كيطبق ليه هذا بغينا نعاونو السي حقي هي خاص يكون عندنا مخارج هذا باش من الساعه واحد شحال مخارج كاين دابا شحال مخارج عندنا اللي كاين ثلاثه باش نعاونو السي حقي ثلاثه ديال المخارج لكن غنعاونو وخاص الناس يتخافوا من التحدي ماشي مشكل اش بدو يعطيني ماشي مشكل منهم جوج اللي ما كاينينش وخاصهم يكونوا بلا ما نقول المحرجه من العام معروف التقرير الادبي راه معروف التقرير المالي مؤشر عليه من طرف محاسب معتمد الى شد الرئاسه سيد باش غيستافد منها خاص الرئيس الاول السابق يجيب التقرير المالي مصادق عليه باش يدفعوا الجهات الوصيه ولا الجهات المعتمد اللي غتعدل باش يجي الزويج الدعم ديالو ما كانش التقرير ما غاديش يدوش هذه نقطه اساسيه المهم لحد هذا النقطة ما كيدموش إذا ما كيدموش كيد ميلف سجل المنخرطين خاصة الحبس الرئيس ديال المنخرطين بعدا كاد الناس كلهم بغي يعطوا الصلاحية للسيد خاصة الرئيس تحبس وتشي الجامعة بس السيد اللي راه يجي في الجمعان كيجي مع اللائحة ديال المنخرطين ها الناس اللي غيكونوا اللي غيزكوا السيد ماشي هاد اللي كنقولوا دابا ما جاوش ولا ما بغوش ينخرطوا ما غيكونوش دابا خاص اللائحة تحبس لا ليست تحبس دابا ديال المنخرط في الجميع هادو هما اللي هما ذاك الواجب الانخراط وواجب المشاركة في الدسالين هاد النقط جوج سجل المنخرطين هاي ميل سجل المنخرط خاص يتحبس وفي من جاب العام التقرير المالي يجي مع هذا الرئيس المؤتمر يبين فقط المشاكل ديالها الصعوبات ديالها وما يمشي وهو تا هو غنبداو ندخلوا فيه ولا شي حاجة راه ضحى هو العام كاينين بعض الغيورين اللي كانوا عندنا حنا في جروب واتساب اللي تاهما ساهموا وراه باقيين كيساهموا متابعين الفريق عن كتب انا بعض النقاط اللي بغيت نسول عليهم اللي ثار انتباهي هو انه كان عندكم انعقاد ديال هذا الجمع العام باش نكونوا موافقين على السي الحقيوي اللي ماشي هو اللي رشح نفسه راه كان الجروب هو اللي طلب السي الحقيوي بعد اخذ ورد عيطنا بزاف ديال الرؤساء اللي دازوا منهم سي عزيز منهم سي الحسن منهم سي ابو طالب منهم بزاف ديال الناس اللي دوزوا التاريخ ديالهم معروف يعني سيد ماشي هو اللي رشح نفسه حنا اللي رشحنا انا اللي بغيت ندير كان السي الكاتب العام كيشكروه وكنشكروه من هذا المنبر لانه السيد اللي عارف وهذا ولكن كاينين شي حوايج اللي تاخذ عليك كاينين شي حوايج نورمالمون فين كاين المجلس تجيب لنا واحد لا ليست ديال المنخرطين نورمالمون تعطينا العدد اللي كاينين منخرطين ديال هذا العام ولا ديال العام الجاي انا من المنخرطين ديال هذا العام وواحد التساؤل هو انه واش هذه المهله اللي قلتي ديال حتى لو 36 واش المنخرط القدام ديال العام اللي فات ولا ديال هذا العام باقي ما عرفناش شكون اللي خاصو يتسجل والمنخرط اللي ما جاش نورمالمون يتلغى التصويت ديالو نورمالمون كاين عقد ديال اجتماع باش يكون اجتماع وباش يكون بروبوزيسيون ديال السي هذاك وما يجيش انا كيبان لي الا ما جاش في هذا ماشي واعي يقدر ما يجيش واحد كيقول لي يا ودي انا صوت معاكم بدي يرجعوا على السي الحقيوي وما بقى بعد ندخل للمكتب وبلا ما نحضر انا معاكم كودي توفير كذلك سي الهواري عنده واحد السيده ميته بكازا قال لك اللي درتوها مرحبا راه اقسم بالله ما كاينش واحد باش يدير له في المنخرطين اللي باقي برا ولا لينا اللي غينوضي الان في المكتب هذه باش نغطيو الرساله تحيي هي اسمع مزيان انا اللي كنقولو دابا حنا باغيين ناخذ التوافق لان دازت عندنا هذي دازت عندنا كاع ستين ان شاء الله توافقنا عليه في القهوه ديالو كلشي بتوافق الوقت اللي تعلمنا ديالو حسب استطاعه اذا من خلال هذا النقاش هذا ان الغالب يعني الاغلبيه انها مع سي الحقيوي والكلمه ديال السيد الرئيس جاءت شامله جامعه مانعه بحيث انه كيزكي وكيزكي الاقوال ديال الاغلبيه وكيزكي بان هذا السيد راه غيور وانه غادي يعاونو ماديا ومعنويا وبطبيعه الحال راه هو الضامن هو الامين على شكل السيد بن نور باعتباره انه رئيس ديال المجلس البلدي وصاحب كلمه والكلمه ديالو انها تسجل وتبقى في الذاكره ديالنا اذا الهدف ديالنا الاخوان باش ما نمشيوش بعاد هذا السيد راه حنا سواء اليوم ولا غدا راه حنا معاه قلبا وقالبا لذا راه حنا معاه ماديا ومعنويا وشكرا. هذا الفارق كرئيس جديد غادي يشد هذه الفرقه بكل المشاكل ديالها بكل الصعوبات ديالها بكل داكشي اللي فيها
جينا الاخوان كيناقشوا واش كاين شي واحد ضد هذا السيد حتى هذا السيد حتى واحد ضد هذا السيد ياك بالنسبه لهذاك الشيء البروتوكول اللي غادي يكون شعره غادي نتلاقاو مع السي زايد المغار وغنتلاقاو مع السي ناجي ولا كاين باقي شي حاجه راه غتكون باقي شي حاجه الكريدي ولا شي حاجه راه غير يقوم مع الرئيس الا كان يديروا معاهم شي حاجه يديروا معاهم الا كان المهم يخرجوا بواحد يناسقوا مع بعضياتهم وعندنا ولا جاب العام عادي ولا عام جاب العام سني المهم في هادشي كامل هو هاد السيد جا تقدم باش يكون رئيس هاد السيد تابع رجل اعمال ولد البلاد هز ذاته الغيره على البلاد في الوقت اللي كلشي تخلى على الفريق في الوقت اللي حتى رئيس ما بغا يشد الفريق قدمنا على رئيس باش يجي يشد الفريق انا بعدا شخصيا قدمت بدا اتصالات ربطت بزاف ديال حتى شي واحد ما بغا يشد الفريق هادشي علاش كنا كنهضرو قام اخوان كيطلبوا فيه وكيراقبوا فيه باش جا باش نتاكد انه شد الفرق راه لقينا غاليين في هذا الشيء غيمشي هذا السيد راه عاود ثاني غنطيحوا في المشكل وغنبقاو نقلبوا على واحد وما غنلقاو يعني شدوا في هذا السيد اللي بيكم ومستافدوا دابا الله يرحم الوالدين حتى شي واحد ما خصو يناقش كاع الكلمه اللي باغي نقول تقريبا راكم قلتوها كاملين هذا الفريق راه خصو يتنقد الله يجازيكم بخير وخصكم تخرجوا كما قلتم الان بواحد النتيجه طلبوا من السيد الرئيس باش يستدعي الناس النائب الرئيس ولا الرئيس اقرب الاجال باش يجيو يحيدوا هذا المشكل هذا وتبدا واحد البدايه ان شاء الله الفريق يبدا واحد البدايه ماشي بحال هذه السنه اللي فاتت انا عجبني الحال كنت غادي نسافر ولكن تلاقيت بالسي مصطفى قال لي خصك تجي راه كاين السيد الرئيس كاين الناس الاعضاء قلت ليه انا غادي نجي دابا ها هو قدامه هذا لان هو الى بكل صراحه ملي كتكون السلطه ولا المجلس مع الفريق كيكون الفريق بخير ملي كيتخلى المجلس على الفريق ولا يجي شي رئيس ما عنده علاقه بالرياضه ولا شي حاجه ما كيكونش فريق في البلاد هذه التجربه ديالنا الله يجازيكم بخير وكنشكركم بزاف وزيدوا اليد في اليد ان شاء الله وقفوا مع هذا السيد وراه كلشي الرؤساء اللي دازوا كلها كيدير جهدو ما غاديش نذكروا الرؤساء اللي دازوا كلشي كلشي كيدير جهدو على قدر المستطاع من السي عبد الله بن طالب ومن كلشي ما حتى واحد ما خلاه دابا ملي جا هذا السيد هذا وباغي يخدم مع الفريق وتبارك الله غادي يكون مع الناس الرئيس ديال المجلس ولا السلطه ولا هذا راه كونوا ميقنين باللي ان شاء الله غتكون سنه فوق العادة إن شاء الله وكنشكر بهذه المناسبة يبلغوا الناس ديال الرئيس وهذا اللعابة اللي ضحاوا هذا العام فوق الطاقة ديالهم أنا راه شفتهم وتفرجت فيهم وريحت معاهم شي غريب اللاعب ما عندوش باش يشرب قهوة في القهوة يقول لك أنا غادي نجي نلعب راه برافو ليهم وإن شاء الله إذا تسوات الأمور خصنا نرجعوا لهم الجزاء بالجزاء ويكون خير إن شاء الله ومرة أخرى كنشكروا الرئيس والأعضاء ديال المجلس خاصو يكون عندو شاور وخاصو يكون عندو مكتب اللي يكون فيه ناس عندهم غيرة على الفريق غنعاود نقول إلا ما كانش عندو شاور وعندو مكتب فيه ناس كلهم كيخدمو كل واحد الدور ديالو ويكون تسيير احترافي راه غنعاودو نضيعو في نفس المشكل دونك هادو جوج غتبدا بمشروع باش تلعب هاد الفئات الصغار وكلشي فئات كبرى وكلشي وعندك مكتب مزيان باش يكون تسير على الاحترافي الناس في المستوى الستاف اللي كيخرج مع الفريق فرق العدد اللي كيمشي معها هاد المسائل ديالها انا راه كنا درنا شي تدخلات ان شاء الله باش نشوفو شي كار جيبوه من على برا موجود خدامين خدامين موجود ياك ان شاء الله كاملين حنا كمجلس راه كنا بعد حنا بعدا كمجلس الاعلاميه ديالنا كامله راه رجعنا
وإذا كانت نتائج أنا كنوعدك قدام الناس العام الجاي نزيد لكم في المنحة. غير عندي واحد جوج نقاط بغيت نتشاوروا فيهم. أول حاجة مناسبة عيد الأضحى قربات، واخا عارفين باللي باقي ما تأسس مكتب وباقي شحال من حاجة شي عراقيل، ما لقيناش شي حل بسيط مثلا، شي حل ذكر أننا دوك الوليدات نفرحوهم شي حاجة العيد هذا. ثاني حاجة بالنسبة للكلمة موجهة للسي الرئيس السي مصطفى، اعتمادا على المكتب اللي غدير بغينا يكونوا فيه ناس رياديين اللي عندهم أفكار ريادية، الناس اللي تقدر تعاون. حيت باغ إكزومبل هذا العام داز كحل، انت السي مصطفى راه قدمتي المساعدة، السي عبد المعيد قدم المساعدة، وكاينين شي وحدين كيهضروا فوق القياس ولكن ما قدموش مساعدة لا مادية لا معنوية، قليل ماشي ما نعممش على كل شيء، كاينة واحد التلة، التلة ديال الناس مثقفة وقدرات أنها. أنا هذا راه ما هذه النقطة ديال ماشي باستطاعته أنه يعاون الفرقة ماديا، بغينا معنويا يكون في التيران يساندنا. كاينين شي أمثلة شي ناس كانوا كيطلعوا على التريبيل كانوا كيعيروا اللعابة الله يسامحهم، فهمتيني؟ وكاينين شي ناس بقاو واقفين معنا رجال، مثلا سعد الواحد السي دريس بقاو واقفين حتى وصلت ديك المرحلة ديال أن بنادم صافي، وحنا شفنا هذاك الشيء. بغيت نقول للسي مصطفى مرحبا بك في مدينتك وفي الفريق ديالك، وحنا كلعابه بالدور ديالنا نقدروا نضحيوا معك لاقصى درجه ممكن توقع، وشكرا وسمحوا لنا. جمع كامل موافق على هذا السيد يكون رئيس، ومن بعد ملي دار الامور القانونيه باش ما يتمش الطعن في لان النقطه الضرور الاخوانيه مهمه، ندوزوا للتفعيل الامور الماديه. دونك راه التوافق راه عطى ان هذا رئيس، دونك ما نقول الا الله يسخر يعني ما كاينش شي حاجه. ممثلي وسيدي عنابس لاعبين سادة ممثلي فريق كرة القدم النسوية بالنسبة للتدخل ديالي الأخير هو غادي غنعاود نقول لكم بأن هذا السيد راه جا في واحد الوقت اللي كلشي تخلى على الفريق، وحتى السي عبد الحق الناجم راه جا في واحد الوقت اللي كلشي تخلى على الفريق، ودار واحد المجهودات اللي هي جبار وخسر في الوصول وحتى شي حاجة ما عندها. دابا مكتب آخر غادي يجي إن شاء الله، كنتمناو يكون على حسن الظن السكينة، كنتمناو تطوروا تساعدوا الظروف كاملة تكون معاه. هادشي حنا معاه كنتمناو من الحظ حتى هو يكون معاه، تذكر راكم عارفين، واللي كان ضد هادشي يجي لينا بحسب من هادشي، اللي جا ضد هادشي اللي يجي لينا بحسب منه، يعني حنا كون بقينا بحسب منه ما غاديش. حنا قلبنا على رئيس، انا كرئيس مجلس اللي تنقيت له البيبان، تنقيت باب الاول الثاني الثالث حتى شي باب ما تحلش. من جهه السيد دابا قرر انه باش يشد الرئاسه ديال الفريق، ما غنزيدو غير خير ونشكرو كاملين في جنبه، واخا تكون شي حاجه قدام حنا غادي نبعد وغادي نساندو ماديا ومعنويا وغنبقاو ايمان. صحنا لا جاتي نورو الشركه ديال المنافع راه غنساعدك مزيان بالنسبه لداكشي اللي داير داكشي راه مابقاش طويل الحسبه، خدينا وعود من لاكونفيرون غتولي انت تساعدك، خدينا وعود من واحد الشركه ديال المستانه عندنا هنا ديال جاردينار حتى هي غتولي تساعدك، خدينا وعود مع شي اعيان، خدينا هادشي كامل غيكون صعب ساعدك. الله يجيب التيسير اسي الحقيوي، ونتمناو ما نخرجوش من هنا ونعاودو نسمعو هضره اخرى على فكره، وشكرا.